حنحضر سوا اليوم أطيب وأسهل وصفة تشيكن ناجتس بطريقة سوبر سهلة. أول شي بدنا نجيب عنا الدجاج المطحون ونضيف عليه كل البهارات يلي مذكورة قدامكم. فيكن تجيبوه جاهز من السوبر ماركت أو يا أما أنتو تطحنوه بالبلندر يلي عندكم بالبيت. بعد ما نخلطهم كتير منيح مع بعضهم منصير بدنا نشكل التشيكن ناجتس. منشيل هيك شوي كمية صغيرة بإيدنا ومنحطها بقلب الطحين. نحن وحاطينهم بالطحين بصير كتير سهل إنه نشكلهم. فيكن تعملوهم بالشكل يلي انتو بدكن ياهن، على مربعات صغيرة، على دوائر، او حتى فيكن تخلوا الولاد يلعبوا معكن شوي فيهن ويتسلوا ويعملوا اشكالهن هن. سو متل ما كن شايفين هون عنا هيك شي مدور، شي ريكتانجل، وشي متل على شكل ستار. بعد ما نكون لطيناهن بالطحين بدنا هلأ نلطن بالبيض. عندي هون بيض هيك مخفوق بس بضفلو شوية حليب، منلطن بالبيض وبعدين بنرجع منلطن بالبريد كرامز. وبيصير هلأ يعني بدنا بس نحطهم بالبراد نبردهم شوي قبل ما نقليهم. هاي دول فيكن انتو تفرزوهم بالفريزر وتقلوهم وقت اللي بدكن. واكيد القلي كلياتنا بنعرف كيف، منحمي الزيت كتير منيح ومنقليهم لحديد ما يصيروا هيك كرانشي وكريسبي من برا، وبصير عنا اطيب تشيكن ناجتس جاهزين. حضروهم بالبيت، اعطوني رأيكن وبعتولي الصور، والف صحتين وهنا.